الورشة والدورة التي قامت في جمعية فنانين حضرموت بمشاركة مع مبادرة ميمز، والتي قام على الإشراف عليها الأستاذ هيثم الحضرمي الأكاديمي والعازف المعروف. طبعا شكلت نقلة نوعية للوضع الفني في حضرموت. طبعا في السنوات الماضية اللي مرت شهدت المكلة تصحر في عدد كبير من العازفين وعدم تأهيل دماء جديدة تدخل إلى في الوسط الفني. جاءت هذه الدورة لتحتضن كوكبة نعتقد أنها ستكون في القريب العاجل نواة لحراك فني جديد وتطوير وانتشال للوضع الفني أيضا. اليوم الحفل الختامي لمشروع أو للدورة الورشة التدريبية عن الموسيقى وكيفية التعامل مع آلة العود، واليوم اختتاما للورشة هذه التي غالبا تكون الدورة النوعية من نوعها بعد 25 سنة غياب من الموسيقى في حضرموت وغياب الحركة الفنية في حضرموت إجمالا. طبعا الورشة التدريبية كانت بقيادة الفنان الموسيقي المبدع الشاب هيثم الحضرمي الذي جسد كل إمكانياته وكل جهوده الجبارة في نجاح هذه الورشة التدريبية وهذا الحفل التدريبي الحفل الختامي للمشروع. اليوم اختتام الدورة التدريبية والورشة التدريبية للآلات الموسيقية، قدمنا دورة تدريبية في آلة العود وآلة الكمان وآلة الجيتار وآلة البيانو، وورشة تدريبية للآلات المستويات العالية في آلاتهم الموسيقية. علمناهم كيف طرق العزف الجماعي وأيضا عزف العود، علمناهم أساليب أو التقنيات الحديثة لأساليب الريشة في آلة العود. إن شاء الله اليوم بنقدم شباب جيدين، شباب ممتازين. طبعا هو الحفل طبعا ما بيكون اللي هو موسيقي عالي جدا، ولكن احنا نقدم ايش اللي درسناه للناس وايش اللي قدمناه، وبعض المواهب يقدمون مقطوعات جميلة.